يمكن على اختلاف الأديان كلها، ولكن القاسم المشترك في كل الأعياد في كل الأديان هي فكرة التصافي، ولو في أي مشاحنات مع أقاربك مع أصحابك مع أصدقائك تصفي. في ديننا الإسلامي العظيم الحنيف بنسميها صلاة الرحم، وبنسميها إن إحنا لو في أي مشكلة بتتحل على المائدة، إن إحنا نقعد ناكل مع بعض مرة تانية. هي مش فكرة الأكل، ولكن في بعد تاني أبعد من الأكل. نعم. عايزين نفهمه بقى، وخصوصا يعني إن المائدة هي العنوان الأبرز لعيد الأضحى. نعم. هو يمكن برضه فكرة صلة الأرحام موجودة في الإسلام عندنا بقوة شديدة جدا. يعني ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. صلة الرحم عندنا في الإسلام لها مكانتها. قاطع الرحم لا يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. عندنا من بركات صلة الرحم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينسأ له في رزقه أو يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أن يصل رحمه. يعني أنت لو عايز زيادة في الرزق وعايز زيادة في العمر، واحد يقول لي هو العمر ممكن يبقى فيه زيادة يا عم الشيخ؟ مش هي إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ هو هنا المقصود به أن يكون فيه بركة في العمر، أن يكون الأثر بتاعك مستمر بعد وفاتك. ما دي زيادة في العمر. إحنا ممكن في ناس بتموت وينتهي ذكرهم، وفي ناس تانية يموتون ويظل ذكرهم حي وباقي لزمن طويل جدا بعدهم. ده من بركات وثمرات صلة الرحم. مطلوب مننا في الأعياد إن إحنا نصل الرحم، نتصل ونسأل. زي ما حضرتك تفضلت، لو في مشكلة من المشكلات، والدنيا لا تخلو من المشكلات. أنا دايما بنأكد على فكرة، إحنا أحيانا بيبقى عندنا تطرف في المشاعر، تطرف في المعاملة. يعني إحنا عندنا فهم خاطئ للعلاقة بين العلاقات الإنسانية. يعني بعض الناس يحب ان العلاقه بيننا وبين بعض لو احنا حبايب واحنا كويسين يلاقينا متشابكين ومتداخلين زياده عن اللزوم، وده يسبب مشاكل. ولو حصل خلافات ممكن يتحول الامر الى عداوات ويبقى فيه فجر في الخصومه، وهذا ليس من الايمان والاسلام في شيء. ولكن الاسلام يامرنا ان تكون العلاقات بيننا وبين بعض في محبه، في موده، في صفاء قلوب، في سلامه قلوب، سلامه صدر، ما يبقاش في شحناء، ما يبقاش في بغضاء. وبتيجي الأعياد عشان تأكد عن المعنى ده. لو حصل خصومة، لو حصل خلاف، لو حصل شحناء، لو حصل مشاكل بيننا وبين بعض، تيجي الأعياد تقول لنا دي فرصة إن احنا نصفي النفوس اللي بيننا وبين بعض. وخلينا فاكرين إن سلامة الصدر ده مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، إن انت يكون مفيش في صدرك غل. ممكن يكون في مشكلة بيني وبين حد ومش قادر إن احنا يكون في بيننا وبين بعض تعامل بصورة كبيرة، بس لا أقل من التهنئة ومن السلام إن احنا نلتزم بالحد الأدنى للتعامل. فأهني ويجتمع مع بعض على الطعام زي ما حضرتك تفضلت، ونحاول أن نصفي النفوس، فإن لم نستطع فلا أقل من أن نصفي النفوس ونهنئ بعضنا البعض، وتكون المعاملات في الحد الأدنى بيننا وبين بعضنا البعض.